بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. احنا بنكمل زي ما احنا على الهوم اوفيس اند برانش، والنهارده هنحل أسئلة على الموضوع، ميكس أسئلة كده مختلف من الكتاب بتاع المادة، كتاب أجنبي. قبل ما أخش في الموضوع، كنت قلت المرة اللي فاتت إن في قانون مشهور جدا، وهو البيلد برايس عبارة عن الكوست زائد الكوست في المارك اب. قلت ايه فكرة الليلة بتاعة القانون دي؟ قلت ان الهوم اوفيس بيروح يشتري انفنتوري ب 80,000 جنيه، يبعتها للفرع ويقول له يا فرع سجلها عندك ب 100,000 جنيه، فالبرانش بيسجلها ب 100,000 جنيه. فقلنا ان كده في 20,000 دول اسمهم اوفر ايفالويشن او الاونس فور اوفر ايفالويشن اوف انفنتوري، يعني مسموحات في زيادة قيمة القرض. تمام. فعشان خاطر حته اللخبطه بتاعت هم البيلد برايس 20% من ان الزياده دي 20% من البيلد برايس ولا 20% من الكوست، فاحنا عندنا حاجتين اتنين ما لهمش تالت. لو الحاله الاولى قال ان ال 20% من البيلد برايس، فالقانون بتاعك هيبقى عباره عن ايه؟ بيلد برايس عادي قصه قصه مارك اب، مش اي مشكله خالص. بس الفكره هتفرض ان البيلد برايس ديت ب 100% اكس، تمام؟ والكوست بتبقى معطى في المسألة طبعا، بتنزل ب 80 في الكوست في المارك اب. المارك اب بقى في الكوست ده يبقى 20%، لانه قال ان هو 20% من البيلد برايس، تمام؟ فتقدر تحسب من خلاله قيمة الاكس اللي هي قيمة البيلد برايس بكام. لكن لو قال لي ان هي 20% من الكوست، فايه الحل؟ القانون بتاعك برضه زي ما هو، البيلد برايس بيساوي الكوست الكوست في مارك اب. هو بيقول لك 20% من الكوست، والكوست اصلا ب 80، طبعا الارقام دي افتراضيه، تمام؟ 80 يبقى ساعتها 80 زائد 80,000 في 20% عادي جدا يطلع الناتج بتاع البيلد برايس. فانا عندي حالتين اتنين، يا اما يقول لي ان النسبه النوعيه ديت 20% من البيلد برايس و20% من الكوست. فدي الحاله الاولى، فدي الحاله الثانيه. ليه بقول كده؟ عشان خاطر اول مساله معانا النهارده هيكون فيها الجزئيه دي، وهنشوف دلوقتي الدنيا. فبيقول لي في 1 سبتمبر 2005 باس باسدينا كومباني استابلشد ا برانش ان سان مارينو، فولوينج ار ذا فيرست 3 ترانزاكشن بتوين ذا هوم اوفيس اند سان مارينو برانش اوف باسينا كومباني. ماشي، يبقى انا عندي شركه بي ديت الهوم اوفيس والبرانش اسمه سان مارينو، تمام؟ في سبتمبر 1 ايه اللي حصل؟ قال لي الهوم اوفيس سنت 10,000 دولار تو برانش فور ان امبريست بانك اكاونت. يعني ايه؟ الهوم اوفيس بعت للفرع 10,000 دولار كاش، تمام؟ فلوس كاش على الترابيزه. فتعالى طبعا المطلوب ان احنا نعمل القيود الخاصه بالمركز الرئيسي والفرع. طبعا عشان الاجابات دي جايه بالتست بنك، فايه هتلاقي المركز الرئيسي فوق والفرع موجود تحت، يعني ده القيود الخاصه بالمركز الرئيسي وتحت القيود الخاصه بالفرع، عكس ما كنا بنشتغل قبل كده. كنا بنعمل الهوم اوفيس الناحيه دي والمركز والبرانش الناحيه دي، كنا قاسمين الصفحه نصين. فانت زي ما تحب يعني، انا افضل طبعا انك تقسم الصفحه نصين عشان خاطر ايه؟ ما تتوهش. طيب صل على النبي. كده المركز الرئيسي بيستثمر في الفرع، فالانفستمنت ان برانش هيزيد والكاش عند المركز الرئيسي هيقل بال 10,000. ولو رحنا نسجل القيد عند الفرع، فاحنا هنقول ان الكاش هيزيد عند الفرع بال 10,000 والدين اللي على الفرع هيزيد بال 10,000 برضه. يبقى ده اول ترانزاكشن معاك. تاني ترانزاكشن بيقول لي الهوم اوفيس شيبد مرشندايز، الهوم اوفيس شحن بضاعه كوستنج 60,000 دولار تو برانش بيلد برايس ات مارك اب فاتوره البيع ب 20% من البيلد برايس. وانا كنت لسه بقول من شويه انا عندي حالتين اتنين، يا اما 20% من البيلد برايس يا اما 20% من الكوست. فلو 20% من البيلد برايس، يبقى انا كده البيلد برايس بالنسبه لي هيبقى مجهول. فالبيلد برايس هيبقى ايه؟ مجهول. فتعالى نشوف هنعملها ازاي. بمنتهى البساطه، انا كتبت القانون اهوت، بيلد برايس بيساوي الكوست زائد الكوست في مارك اب. هفرض ان البيلد برايس ده رمزه اكس، ادي الاكس اهي يعني 1 اكس، تمام؟ والكوست معطى في المساله، هو قايل ان الكوست بكام؟ ب 60,000، كوستنج 60,000. ادي 60,000 في المارك اب، هو قايل لي قد ايه؟ قايل ان المارك اب بكام في المية؟ 20% من البيلد برايس، يعني 20% اكس، 20% اكس يعني 2 من 10، تمام. طبعا هتفكها، 1 اكس زائد 60 بيساوي 60 في 60,000 زائد 2 من 10، تمام؟ ادي 1
اكس بيساوي 60,000 زائد 2 من 10 اكس. هتعمل ايه؟ هتودي الاكسات دي في طرف لوحده، فيبقى 1 اكس ماينس 2 من 10 اكس يبقى 8 من 10 اكس، هيديني 60,000 تقسم على 8 من 10 يطلع لك قيمة الاكس في الاخر اللي هي قيمة البيلد برايس كام؟ 75,000. اذا معنى الكلام ان المخزون كانت قيمته 60,000، ده في المركز الرئيسي. لما بعتناه للفرع، الفرع سجله عنده ب 75,000. فاهم الحته دي يا محمد؟ المركز الرئيسي المخزون نفسه 65، لما بعتناه للفرع بزياده 20% يعني ب 75، فالفرع هيسجله ب 75,000. تمام؟ تمام ايوه زي الفل. طيب تعالى بقى نعمل القيد. بس قبل ما اخش على القيد، عايز اقول لك ان كان في سطر كده مكتوب فيه ايه؟ Boss of the home office and the San Marino branch, بس in the company use the perpetual inventory system. طريقة البربيتشوال، أنا عندي طريقتين اتنين مشهورين جدا بتوع سنة أولى، البريودك والبربيتشوال. كلمة perpetual inventory system يعني أي ترانزاكشن بتحصل في المخزن بتتسجل أول بأول. في بيع حصل، شراء حصل، بيع حصل، شراء حصل، كل حاجة بتحصل أول بأول بتتسجل. أما البريودك، حتى كلمة بريودك يعني فترة، فترة ده يعني بيتسجل في نهاية السنة، ده سنوي، تسجيل سنوي، تسجيل سنوي. ايه الفرق ما بينهم؟ هتشوف دلوقتي. بس احنا شغالين بالايه؟ بيربيتشوال. طيب انا قلت لك ان المركز الرئيسي بيستثمر بايه؟ بمخزون. فالانفستمنت ان سان مارينو برانش هيزيد، تمام، والانفنتوري هيقل. بس الانفنتوري هيقل بالقيمة الحقيقية بتاعته اللي هي كام؟ 60,000. طيب ولاحظ ان هو ب 60 واتبعت للفرع ب 75، يعني في زياده 15,000. ال 15,000 دول هم الالاونس فور اوفر ايفالويشن اوف انفنتوري، مسموحات في زياده قيمه المخزون بكام؟ ب 15,000 جنيه. طيب تعال نسجل في الفرع، ايه اللي هيتسجل في الفرع؟ الانفنتوري هيزيد في الفرع، بس الانفنتوري هيزيد في الفرع بقد ايه؟ بقيمه المخزون اللي وصلت له اللي هي 75,000، ملوش دعوه ب 60 بقى. تمام؟ والهوم اوفيس الدين بتاعه هيزيد لان المركز الرئيسي هو اللي بيستثمر عنده، فب 75. اللي احنا حللناه ده بطريقه الايه؟ البربيتشوال. طب ماذا لو قال لي سجل بطريقه البريودك؟ كل اللي هيحصل القيد زي ما هو، مفيش اي مشكله خالص، بس انا هشيل كلمه انفنتوري واحط مكانها كلمه شيبمنت. بس ده الفرق الوحيد ما بين طريقه البربيتشوال وطريقه الايه؟ البريودك. بل في البربيتشوال بكتب انفنتوري انه قل او زاد، وفي طريقه طبعا هنا نفس الكلام، هحط كلمه ايه؟ شيبمنت. لكن الناحيه الثانيه بحط الشيبمنت. تمام؟ عرفت الاختلاف ولا في مشكله؟ لا تمام الدنيا زي الفل. زي الفل، زي الفل. بعد كده رقم ثلاثه قال لي برانش اكوايرد هوم اوفيس. البرانش عايز هوم اوفيس، ده فيكسد اسيتس بكام؟ ب 3,000. to be carried in the home office accounting record. يعني البرانش محتاج هوم اوفيس. طبعا مين اللي هيشيل الليله ديت؟ هيبقى مين؟ هيبقى طبعا الفرع اللي هيدفع الفلوس، لان الفرع هو اللي عايز. بس انا قلت قبل كده ان ما ينفعش الفيكسد اسيتس تتسجل في الفرع، الفيكسد اسيتس بتتسجل في المركز الرئيسي. ليه؟ عشان لو الفرع جه يقفل يبقى كل حاجه متسجله في المركز الرئيسي، مش في اي مشكله. فلاحظ بقى مين اللي محتاج الاوفيس ايكوبمنت ديت؟ البرانش. تعال نسجلها بس الاول في البرانش مش المركز الرئيسي. فالهوم اوفيس الاول حاجه الكاش هيقل عند الفرع، لان الفرع هو اللي محتاجها دي بكام؟ ب 3,000. بس لانها فيكسد اسيتس مش هحطها هنا، ده انا هحطها عند مين؟ عند المركز الرئيسي. فاقول ان الايكويبمنت هتزيد، بس نقطتين كده فوق بعض تقول ان الايكويبمنت دي مش بتاعتي انا كمركز رئيسي، ده بتاعت مين؟ الفرع، لان الفرع هو اللي عايزها. بس لازم انت تسجل عندي في السجلات الخاصه بالمركز الرئيسي لانها فيكسد اسيتس. فانت تقول الايكويبمنت هزيد عند المركز الرئيسي، ولكن دي خاصه بسان مارينو برانش. وطبعا طالما الهوم اوفيس اتحط هنا يبقى اوتوماتيك الانفستمنت هيتحط الناحيه الثانيه في الكريدت، لان الحاجات دي اتحملت على المركز الرئيسي. فهمت الجزئيه دي ولا في مشكله؟ لا تمام فهمت. زي الفل كده، عظيم. كنا نتكلم بقى بايه؟ بقلب كامل. نيجي للمساله الثانية. بسم الله، ننزل تحت عشان نشوف الدنيا. اها، بيقول لي اون سبتمبر 1 2005 ويسترن كومباني استابليشد ذا ايسترن برانش. اللخبطة بقى، عندي ويسترن
وعندي الفرع اسمه استرن. تمام، يبقى دبليو ده الهوم اوفيس، واي هو البرانش. سيبريت اكاونتنج ريكورد وسيت اب فور ذا برانش. بص، هوم اوفيس اند استرن برانش يوز ذا بيريودك انفنتوري سيستم. بيريودك انفنتوري سيستم يعني تخلي بالك من حاجه واحده، وهو انك وانت جاي تسجل الانفنتوري هتسجله شيبمنت ليس الا. لكن لو بيريود، لو بيربيتشوال، كنت بدل ما اكتب شيبمنت هكتب انفنتوري. يبقى ده الاختلاف الوحيد، الهوم اوفيس البريودك ياخد شيبمنت، البربيتشوال ياخد شيبمنت ياخد انفنتوري. طيب among the inter company transaction where the following، تعال نشوف العمليات اللي جايه. اول حاجه قال لي هوم اوفيس ميلد تشيك فور 50000 تو برانش، في شيك قيمته 50000 اتبعت للفرع. The check was received by branch on 3 سبتمبر، والشيك الفرع استلمه يوم 3 سبتمبر. تعال نشوف. ماشي كده، المركز الرئيسي استثمر في الفرع، الانفستمنت ان ايسترن برانش زاد، والكاش عند المركز الرئيسي هيقل لانه بعت له فلوس، بعت له كاش، فالكاش هيزيد الناحيه الثانيه، والدين اللي على الفرع هيزيد اهو بال 50000. تمام، بعد كده قال لي الهوم اوفيس شيبد مرشندايز كوستنج 95000 تو ذا برانش ات بيلد برايس 125. المره دي بقى الراجل ده راجل محترم، قال لي خد، انا مش هغلبك ولا هخليك تعمل معارضه ولا حاجه، الرقم جاهز اهو. المخزون كانت قيمته 95000، هو شحنه للفرع ب 125، يعني في زياده قد ايه؟ في زياده 30000. ال 30000 دول هم الاوفر ايفالويشن، الالاونس فور اوفر ايفالويشن، مسموحات زياده في قيمه الايه؟ المخزون. فلما تيجي تسجل هتقول له الانفستمنت ان ذا ايسترن برانش هيزيد، وتخلي بالك ان الانفنتوري مش هيقل، ده مش هيبقى انفنتوري، ده هيبقى ايه؟ شيبمنت، لان انا شغال بطريقه البريودك. وطبعا الالاونس فور اوفر ايفالويشن ده هيزيد بال 30000 اللي هو الفرق ما بين ال 125 وما بين ال 95. تحت لما تيجي تسجل تقول له الشيبمنت فروم هوم اوفيس هيزيد، والدين بتاع المركز الرئيسي، الدين اللي للمركز الرئيسي هيزيد. تمام تمام بعد كده قال لي ذا برانش اكوايرد اتراك، البرانش محتاج تراك، محتاج عربيه، يعني عربيه كبيره، عربيه نقل مغلق، تراك شاحنه بقيمه كام؟ 34200. دي برضه فيكسد اسيت زي ما كنا بنتكلم شويه على الاوفيس اكويبمنت، هتزيد عند المركز الرئيسي وقيمتها تتحط عند الفرع. The home office maintains the plant assets of the branch in its accounting record. تعال نشوف كده. طبعا الاكويبمنت هتزيد عند المركز الرئيسي، ليه؟ لانها فيكسد اسيتس، تحط اكويبمنت وتقول انها مش بتاعتي، ده بتاعت الايسترن برانش. والناحيه الثانيه تقول ان الفلوس هتقل عند المركز الرئيسي، عند الفرع، فكده الدين هو كمان هيقل، واكيد الانفستمنت بيتحط الناحيه الثانيه لانه بيكون ريسيبروكال اكونت مع الهوم اوفيس، حساب تبادلي، ده ديبت يبقى ده كريدت، ده كريدت يبقى ده ديبت. كده خلصنا المساله الثانيه، تعالى بينا نشوف المساله الثالثه. المساله الثالثه بتقول among the journal entries of the home office of what corporation for the month of January 2005 where the following. لاحظ ان العمليات اللي جايه ديت خاصه بمين؟ خاصه بالهوم اوفيس. ركز كويس جدا من الجزئيه دي، جورنال انتريز اوف ذا هوم اوفيس، الجورنال دي خاصه بالهوم اوفيس مش خاصه بالبرانش. طيب والهوم اوفيس ده اسمه ايه؟ اسمه وات؟ بيبعت لبرانش اسمه ايه؟ ما مش معانا، مالناش دعوه بيه. تمام، فاول قيد الفكره بتاعت المساله ديت انك في اخطاء حصلت فانت بتعدلها، انت بتشوف الخطا ايه وتعدله. هنشوف دلوقتي، بيقول لي في انفستمنت ان ويلشر برانش، في استثمار في فرع اسمه ويلشر ب 100000، والانفنتوري هيقل هنا ب 80000، والالاونس ب 20، يعني في مخزون قيمته 100 انبعت للبرانش بتاعنا المفروض قيمته كام؟ 80، بس انبعت للبرانش ب 100000. ويقول لي تو ريكورد مرشندايز شيبد تو برانش، بريبير related journal entries for Wiltshire branch of what corporation. يعني ايه؟ هو المره دي يا محمد مديني القيود اللي حصلت في المركز الرئيسي، بيقول لي المفروض ايه اللي يتعمل الناحيه الثانيه في الفرع،
مش طالب منك تعمل الاثنين، لا، لان هو عامل اصلا مين القيود الخاصه بالمركز الرئيسي، فبيقول لك روح اعمل اللي هيحصل اللي المفروض يتعمل في الفرع. الانفستمنت ان ويلشر برانش هيزيد ب 100,000، يبقى تحت الناحيه الثانيه الدين هيزيد بال 100,000 اهو، والمخزون هيوصل هنا اهو هيزيد بال 100,000. ليه؟ لان المخزون هنا قل، وطبعا هو شغال بطريقه البربيتشوال يعني، فهو اصلا مش محتاج يوضح لانه اصلا اوريدي كاتب ان هي انفنتوري، فمفيش مشكله. لكن لو كانت بريودك كنت هكتب شيبمنت شيبمنت. طيب يبقى ده القيد الاولاني. القيد الثاني بيقول لي ان في اكويبمنت هتزيد عند ويلشر برانش، خلي بالك واعمل لي ده ايه بتاع ويلشر برانش بتاع الويلشر، والانفستمنت ان ويلشر برانش هيزيد برضه هيقل اسف بال 5,000. بيقول لي ده ايه بقى؟ to record the acquisition of equipment by branch for cash. لاحظ ان ديت الحته بتاعت الفيكسد اسيتس، ان البرانش محتاج اكويبمنت فهتتسجل عند المركز الرئيسي والاستثمار هيقل والفلوس عند الفرع هتقل. فتعال نشوف ازاي. فكده الفلوس هتقل اهي عند الفرع والدين هيقل هو كمان، وطبعا من غير ما تفكر اصلا عندك الانفستمنت ان ويلشر برانش في الكريدت، يبقى اوتوماتيك الهوم اوفيس هيتحط في الايه؟ في الديبت. ومين اللي دفع الفلوس ديت؟ اللي دفع الفلوس ديت هو الفرع ال 5,000 دولار. بعد كده بيقول لي انفستمنت ان ويلشر برانش ب 8,000 والاوبريتنج اكسبنس ب 8,000. بيقول لي تو ريكورد اللوكيشن اوف اوبريتنج اكسبنس تو برانش، يعني ايه؟ يعني في فاتوره مصاريف كانت تكلفتها 8,000 دولار، تمام؟ 8,000 دولار. المفروض البرانش له ال 8,000 دول، دول بتوع البرانش، فهو بيقول لي ان هو استثمر في البرانش 8,000 دول، يعني كان المركز الرئيسي دفع عليه البرانش المصاريف بتاعته. المركز الرئيسي دفع عليه البرانش المصاريف بتاعته. طبعا الانفستمنت ظهر في الديبت، يبقى اوتوماتيك الهوم اوفيس هيظهر في الكريدت. والمصاريف دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الفرع، فتزيد عند الايه؟ الفرع. بس مين اللي دفعها فعلا؟ كان المركز الرئيسي. تمام، مفيش مشكلة خالص. الدنيا واضحة كده ولا في أي مشاكل؟ أعتقد العملية بقت لذيذة يعني. ما بقت حلوة. زي الفل، الحمد لله. هو بقى الشغل الروتيني بتاع التكرار ده بيظبط الدنيا خالص يعني. فإن شاء الله خير. بجد فعلا. زي الفل. تعالى بقى نشوف المسألة اللي بعد كده. إيه اللي فيها؟ صلى على النبي. بيقول لي among the journal interest for business transaction and the event of the Hoover Street branch. أنا عندي الحاجات اللي جايه دي خاصه بايه؟ هوفر ستريت برانش يو اس كومباني ديورينج جانيوري 2005 وير ذا فولوينج. بيقول لي ان الانفنتوري زايد ب 600,000 والدين الهوم اوفيس ب 60، دي طبعا 600 عشان دي غلط، ماشي انا اعدلها يعني بعدين. بيقول لي بريبير ابروبريت جورنال انتري فور ذا هوم اوفيس. المره دي بقى الراجل عامل العكس، انا من شويه كان مديني القيود الخاصه بالمركز الرئيسي وقال لي اعمل القيود الخاصه بالفرع، دلوقتي مديني القيود الخاصه بالفرع وقال لي اعمل القيود الخاصه بالمركز الرئيسي، احنا بنعمل العكس. تعالى نشوف ازاي. صلى على النبي. هنا الانفنتوري زايد والهوم اوفيس محطوط ان عادي يعني الدين بتاع الفرع زايد، طبعا اوتوماتيك كده هعكس، يبقى الانفستمنت هو اللي هيزيد الناحيه الثانيه. تمام. بس تخلي بالك من ايه؟ بيقول لي تو ريكورد ذا ريسيبت اوف مرشندايز. القيد ده معمول على ان الفرع بيستلم مرشندايز يوم 10 يناير فروم ذا هوم اوفيس من المركز الرئيسي ات بيلد برايس مارك اب 20% من البيلد برايس. وده اللي يخليني افكرك لما قلت لك ان انا عندي حالتين اتنين، الحاله دي والحاله دي. لما يقول لك 20% من البيلد برايس، يبقى على طول تفرض ان البيلد برايس ده باكس، والناحيه الثانيه هنا اكس كمان على حسب النسبه اللي قايل لك عليها، والبوست بيديها لك معطى. فتعال نشوف والله الدنيا فيها ايه. طبعا بمنتهى البساطه هو قايل لك ان الكوست كام؟ ب 600,000، ما دي قيمه المخزون عادي جدا، تمام؟ اللي او 60 بقى، ماشي، يبقى المفروض دي 60 مش 600، الغلطه كانت 60 مش 600، تمام. يبقى البيلد برايس 60,000، تمام. الكوست ما اعرفهاش، تمام. وال 20% في 60,000 هيطلع لك 12,000. يبقى انت عندك الكوست ب 60,000 وعندك الحته دي ب 12,000، الفرق ما بينهم 48,000. يبقى الكوست نفسها ب 48، معنى الكلام ايه؟ ان المركز الرئيسي راح اشترى بضاعه الانفنتوري ده قيمته 48,000، لكن لما بعته للفرع الفرع سجله عنده ب 60,000، يعني في اوفر ايفالويشن ب 12,000. بمنتهى البساطة
الانفنتوري عند المركز الرئيسي هيقل هو بال 48000 اللي احنا لسه مطلعينه، عادي جدا. تمام. والالاونس هيزيد بال 12000. الموضوع سهل جدا، مفيش فيه اي مشكله. بس عايز اقول ان كلمه الكوست دي برضو دي زياده، انت دي زياده فروت كوست مارك اب الناحيه. ماشي، ما علينا من الكلام ده. هو الفكره ان هو ب 48 وطلع ب 60 في الاخر. تمام، حتى هتلاقي الكود مظبوط كده، ان المارك ان الفرع مسجل عنده بال 60 اهو، 60 اهو، وادينا تمام. الناحيه الثانيه مسجل بال 48 والزياده كانت ب 12. طيب تعال نشوف العكس بقى. انا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الكاش زاد عند الفرع والهوم اوفيس الدين زاد. طبعا احنا هنفسر ان اكيد المركز الرئيسي بعت فلوس للفرع، بس تعال نقرا تو ريكورد كوليكشن اوف تريد اكونت ريسيفبل. خلي بالك ده كده معنى الكلام ان في تجميع لفلوس كانت على الحساب. يعني ايه؟ يعني ده مش كاش، ده مش كاش، ده تجميع لفلوس على الحساب. فالاكونت ريسيفبل قل، يعني احنا لك كان لنا فلوس بره، اوضحها لك هنا، احنا كان لينا اكونت ريسيفبل بره. تمام، والاكونت ريسيفبل دي كانت بتاعت مين؟ كانت بتاعت الايه، الهوم اوفيس. بص، تو ريكورد كوليكشن اوف تريد اكونت ريسيفبل اوف هوم اوفيس، بس مين اللي جمعها؟ الفرع. يعني المركز الرئيسي له فلوس بره، بس اللي حصلها هو الفرع. فازاي؟ بمنتهى البساطه، طالما الهوم اوفيس ظهر في الكريدت، يبقى الانفستمنت هيظهر الناحيه الثانيه في الديبت، والاكونت ريسيفبل ده اسيتس يزيد ديبت ويقل كريدت. وانا دلوقتي بحصله، يعني بلغيه، طالما لغيته هزود الكاش بتاعي بمعنى اصح يعني. فانا بلغي الاكونت ريسيفبل، فانا رحت لغيت التريد اكونت ريسيفبل. طبعا مش هتكتب كلمه تريد، يعني الاكونت ريسيفبل وخلاص، عادي جدا مش اي مشكله. تمام، بعد كده قال لي في مصاريف هتزيد ب 18000 والهوم اوفيس ب 18000. تو ريكورد اوبريتنج اكسبنس الوكيتد باي هوم اوفيس. وانت مغمض، الهوم اوفيس ظهر ان عادي، يبقى الانفستمنت هيظهر الناحيه دي، والاوبريتنج اكسبنس الناحيه الثانيه عادي جدا ب 18000، مفيش اي مشكله. هل في اي مشكله يا محمد؟ لا كله تمام لغاية دلوقتي. عظمه عظمه والله. نيجي نشوف اللي بعد كده، صلى على النبي. يعني هنا المطلوب ايه قبل ما نكمل؟ بريبير ابروبريت جورنال انتري، ماشي، فور ليدو برانش. عايز الجورنال انتري بتاعت فرع اسمه ليدو. تعال نشوف فرع ليدو ده ايه الدنيا فيه. بمنتهى البساطة بيقول لي among the journal entries of the home office of Turbo Company for the months ended August 31 2005 were the following. الانفستمنت الليدو برانش بيزيد بال 10000 والكاش قل بال 10000 عند المركز الرئيسي. تو ريكورد بيمنت اوف اكونت بيبل فور برانش. خد بالك بقى، هنا المركز الرئيسي استثمر في الفرع. استثمر ازاي؟ ان الفرع كان مديون بفلوس، الفرع كان مديون بفلوس، فهو دفع للفرع الدين بتاعه. الدين ده اكونت بيبل، عكس الاكونت ريسيفبل، يزيد كريدت يقل ديبت. فايه اللي هيحصل الناحيه الثانيه؟ الدين هيقل، التريد اكونت بيبل هيقل. ليه؟ لان المركز الرئيسي هو اللي دفع الفلوس الكاش اهي. نتيجة ايه؟ نتيجة انه دفع الفلوس اللي على الفرع، وطبعا هناك الانفستمنت ظهر في الديبت، فاكيد الهوم اوفيس هيظهر في الكريدت هنا، هو مش اي مشكلة. بعد كده قال ان في كاش زايد ب 6000 والانفستمنت ليدو برانش ب 6000. ده ايه؟ ده تو ريكورد كوليكشن اوف تريد اكونت ريزابل اوف برانش. احنا كده بقى العكس، المركز الرئيسي حصل فلوس كانت خاصة بالفرع على الحساب، الفرع له فلوس بره، مين اللي حصلها؟ المركز الرئيسي. كده معنى الكلام، طالما المركز الرئيسي هو اللي حصل الفلوس، ان الدين اللي على الفرع هيقل، لان الانفستمنت ظهر هنا اهوت في الايه، في الكريدت. فكده اكيد الهوم اوفيس هيظهر في الكريدت. تمام، والمركز والفرع كان له اكونت ريسيفبل بره، فالفرع طالما كان له اكونت ريسيفبل بره واتحصلت، فالاكونت ريسيفبل ده لما يقل هيروح فين؟ في الكريدت. فهو التريد اكونت ريسيفبل لما قل راح في الكريدت عادي بالقيمه بتاعته اللي هو 6000. طيب بعد كده قال لي ان في اكويبمنت
والجوميدي ده مش بتاعتنا، مش بتاعت المركز الرئيسي، ده بتاعت مين؟ الفرع بتاعت ليدو برانش، والانفستمنت قالي لهوت، يبقى طبعا اكيد هحط الايه الهوم اوفيس الناحيه الثانيه، بس الهوم اوفيس هنا بيقل بقى. تمام. بس ده بتاعت ايه؟ قال لي تو ريكورد ذا برانش اكويزيشن اوف اكويبمنت، البرانش طلب اكويبمنت فور كاش تو بي كارد ان ذا هوم اوفيس اكونت ريكورد. مين اللي دفع الفلوس؟ البرانش. فالكاش بتاع البرانش هيقل اهوت بال 20000، وطبعا الايكويبمنت ديت فيكسد اسيت، فلما بتيجي بتروح عند مين؟ بتروح عند المركز الرئيسي، وكده انا قلتها كذا مره. يبقى دايما واحنا مغمضين اوفيس اكويبمنت او اي حاجه تانيه فيكسد اسيت طالما بتيجي بتتسجل في سجلات المركز الرئيسي زي ما انت شايف كده، بتكتب الحاجه وما بين قوسين او نقطتين اتنين فوق بعض، تقول ان ديت مش بتاعه المركز الرئيسي، ده بتاعه الفرع. طب مين اللي دفع الفلوس؟ الفرع دفع الفلوس بال 20000. نيجي لاخر مساله معانا، وهي اطول مساله يعني فيها شغل شويه. صلى على النبي. المره دي بقى ايه؟ عايز افتح لك ثلاث فايلات عشان خاطر احنا هنشتغل ثلاث اماكن. زي الفل كده، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي prepare journal entry in the account record في for boss، يعني انت اللي هتعمل كود خاصه بالحاجتين، بالمركز الرئيسي وبالفرع. Of the home office and the extra branch of world company، شركه وورلد وردل والفرع اسمه اكستير. اكستير اهو، وادي البرانش وادي الشركه الرئيسيه. تمام. قال لي أول حاجة the home office transferred cash of $5,000 and merchandise at home office cost 10,000. يعني في حاجتين اتنين حصلوا، هما في كاش اتحول للمركز للفرع ب 5,000، ومرشندايز ومخزون اتحول ب $10,000 to the branch. بص، the home office and the branch used the perpetual inventory system، والاثنين بيستخدموا طريقه perpetual. فانت كده هتشتغل بكلمه inventory مش كلمه shipment، لو كان periodic كنت هشتغل بكلمه ال shipment. تمام. يبقى المره دي بقى عمل لي حاجتين اتنين في بعض مش حاجه واحده، ان في استثمار حصل، بس الاستثمار ده بحاجتين اتنين، بكاش وانفنتوري، كاش ب 5000 وانفنتوري ب 10000. فطبعا الانفستمنت هيزيد عادي جدا مش اي مشكله اهو. الكاش والانفنتوري الاثنين هيقلوا عند المركز الرئيسي بالمجموع بتاعهم اللي هو 15000. الناحيه الثانيه بقى الكاش والانفنتوري هيزيدوا عند الفرع ب 15000، والهوم اوفيس هي ايه الدين هيزيد بال 15000، مفيش اي مشكله. طيب بعد كده قال ان الهوم اوفيس allocated operating expenses 1500 to the branch. يعني ايه؟ يعني المركز الرئيسي استثمر في الفرع ب 1500 نتيجه ان هو دفع له مصاريف خاصه بيه، هو في دفع له اكسبنسز خاصه بيه اوبريتنج اكسبنس. فكده الانفستمنت هيزيد عند البرانش عند المركز الرئيسي استثمار في الفرع نتيجه ان هو كان دفع له ايه اوبريتنج اكسبنس. وطبعا اوبريتنج اكسبنس ظهرت الناحيه دي في الكريدت، الناحيه الثانيه على طول تظهر هي في الديبت، لان دي مصاريف خاصه بالفرع واللي دفعها لي المركز الرئيسي، فالدين على على الفرع للمركز الرئيسي بيزيد ب 1500. طيب بعد كده قال لي هوم اوفيس، ماشي اللي احنا قلناها خلاص دي. الاكستير برانش انفورمد ذا هوم اوفيس ذات ات هاد كولكتد 416 انوت بيبل تو ذا هوم اوفيس، البرنسبال اماونت اوف ذا نوت ووز $400. ايه الكلام ده؟ صلى على النبي. معنى الكلام ان المفروض المركز الرئيسي الاكستير برانش ده كان عليه دين بره ب 400 ب 400000، عليه دين ب 400000 400 جنيه. تاني حته اللي ركز معايا الله يكرمك. اكستير برانش انفورمد ذا هوم اوفيس ذات ات هاد كولكتد 416 نوت بيبل، الفرع جمع 416 دولار از نوت بيبل، يعني كان له فلوس بره ب 416 تو ذا هوم اوفيس، البرنسبال اماونت كانت 400 والاصل كان 400. يعني ايه؟ صلى على النبي. نضف لك الحته دي عشان نوضح. بص، الفرع كان له بره 400 جنيه لكن هو حصلهم 416 جنيه. الفرع كان له بره
400 جنيه، لكن هو حصلهم في الاخر 416 جنيه. تمام؟ يبقى الكاش بتاع الفرع هيزيد بقد ايه؟ ب 416. فتعال نسجل الكود بتاع الفرع، الكاش هيزيد عنده بكام؟ ب 416. تمام. وتعال نشوف اللي عند المركز الرئيسي هيسجل ازاي. طبعا انفستمنت ان برانش هيزيد بكام بقى؟ ب 416. تمام؟ ولاحظ ان 416 دول كان اصلهم في الاول نوت ريسيفبل، كان ليا فلوس بره على الحساب ب 400، فانا قللت النوت ريسيفبل وانا كسبان قد ايه؟ كسبان من وراهم 16، فده اسمه انترست ريفينيو زادت ايه ب 16. وطالما الانفستمنت ظهر هنا في الديبت، فاكيد الهوم اوفيس هيظهر الناحيه الثانيه في الكريدت. تاني الكلام ده، تاني الحته دي مهمه جدا. انا عندي الشركه اسمها الفرع اسمه اكستير والشركه اسمها وردل، فهو بيقول لي ان اكستير برانش انفورمد ذا هوم اوفيس ذات ات هاد كولكتد. الفرع قال للهوم اوفيس ان هو جمع 416 اون انوت بيبل تو ذا هوم اوفيس. هم بتوع الهوم اوفيس اصلا مش بتوع الفرع. تمام. البرنسبال اماونت كانت 400، ففعلا هنا هو اتظهر ان الفرع راح حصل 416، والفلوس دي ما كانتش بتاعت الفرع، ده كانت بتاعت مين؟ كانت بتاعت المركز الرئيسي اللي هم اصلهم كان 400، بس في زياده قد ايه؟ في زياده 16، فده يعتبر انترست ريفينيو. تمام. في مشكله ولا ايه؟ لا، ما فيش أي مشكلة. زي الفل. طيب نيجي للي بعد كده، بيقول لي اكستير برانش ميد سيلز 12500. الفرع اللي هو اكستير ده عمل شويه مبيعات قيمتها 12500. الجزء ده بقى جزء خاص بسنه اولى. بص، ترمز 2 على 10 ان 30، يعني ايه؟ اولا طالما قال لك ترمز 2 على 10 وان على 30 ديت، يوصل ان المبيعات اللي حصلت ديت هي مبيعات على الحساب، مبيعات على الحساب. مين اللي عمل المبيعات ديت؟ ده الفرع اللي هو اكستير. مبيعات على الحساب المفروض يجمع فلوسها خلال 30 يوم. يجمع فلوسها خلال 30 يوم. لو جمع فلوسها بعد يومين اتنين هياخد خصم 10%. يعني الحته دي بيقول لي ترمز ان 2 على 10 ان 30، الحته دي مهمه جدا، ان هو الراجل ده عمل شويه مبيعات على الحساب قيمتها 12500. المفروض بقى لو جمع فلوسه، المفروض يجمعها خلال 30 يوم، لو جمع فلوسه خلال 10 ايام هياخد خصم 2%. كده الكلام مظبوط؟ كده الكلام مظبوط. And incurred operating expense of 2500. والبضاعه ديت كانت جواها حاجتين اتنين، كان جواها operating expense ب 2500 والكوست اوف جود سولد ووز 8000، وتكلفه البضاعه المباعه كانت 8000. تمام. اند ذا اوبريتنج اكسبنس وير بيد ان كاش، وبيتم دفع الاوبريتنج اكسبنس ان كاش. طبعا هتلاحظ ان هو الراجل ده طول ما هو بيتكلم وعمال يتكلم عن الفرع الفرع الفرع، اذا المركز الرئيسي ملوش اي لازمه هنا، فتقول له نو جورنال او نو انتري، براحتك خالص تكتب زي ما تكتب يعني. طب تعالى نسجل الناحيه الثانيه، تعالى بقى عشان العمليه هنا ايه مدعكه شويه. ايه المشكله؟ صلى على النبي. اول حاجه ان المركز، ان الفرع ده لما عمل مبيعات عملها على الحساب. تمام. فهو له بره تريد اكونت ريسيفبل اهو ب 12000 وايه ب 500 مبيعات على الايه؟ على الحساب. تمام. المبيعات ديت خاصه بايه بقى؟ خاصه بالسيلز اهي ب 12500، لانه كان عامل سيلز ب 12000 وايه ب 500. ماشي ماشي. كان في انفنتوري عنده، تعال نشوف راح فين النقطه اهي، 12500 كان عنده اوبريتنج اكسبنس كمان مصاريف ب 2500 وكوست اوف جود سولد 8000، الاثنين اتحطوا طبعا في الديبت، فادي ال اوبريتنج اكسبنس والكوست اوف جود سولد اتحطوا في الديبت بال 2500، وادي كمان ال 8000. تمام. قال لك هو بيتكلم ان الاوبريتنج اكسبنس ووز بايد ان كاش. الاوبريتنج اكسبنس اللي هي قايل لي ان هي ب 2500 تم دفعها كاش، تم دفعها كاش، فادي الكاش عند الفرع هيقل بال 2500. تمام. لاحظ كده ان في حاجه ناقصه، في مشكله. ايه هي؟
هو طالما حط كوست اوف جودز سولد لازم تحط تحت الانفنتوري بال 8000، لان الفرع دلوقتي طلع مخزون انفنتوري عنده هيقل، فقل بكام؟ بال 8000. الحته ديت رخمه شويه، في مشكله فيها ولا ايه الدنيا؟ لا مفيش مشكلة تمام والله بجد؟ بجد والله. اه زي الفل. طيب آه اللهم صل على سيدنا محمد. اخر حاجه بقى خلاص خلصنا، اكستير برانش هاد نيت انكم. احنا قلنا ان الفرع لما بيحقق ربح بيعمل ايه؟ بيبعته للمركز الرئيسي، فانا لازم اقفل حساب الفرع. فالفرع حقق انكم سامري، فطالما حقق انكم سامري فانا هقفله، يعني هقلله عنده وارجع الفلوس. انا كده مديون للمركز الرئيسي ب 50 دول، لان انا حققت ربح فلازم اروح ارجعه للمركز الرئيسي. فالانفستمنت ان برانش هيزيد، واقول له ليه؟ لان كان في انكم تم تحقيقه في الفرع مقداره 500. كده المفروض خلص السيشن بتاعنا الحمد لله.